من هو المسؤول عن اكتشاف حجم العضو الذكري الحقيقي للطفل؟ دور الطبيب ودور الام دور محوري ومهم جدا. كان في حالات ما كانش لها اي امل خالص لا بالعلاج ولا بالجراحه فكنا بنقف. ممكن الراجل ما يبقاش عنده حيوانات منويه خالص ونعمل حقن مجهري ويخلف. ده اللي خلانا دلوقتي ما نقولش عقم، بقينا نقول تاخر انجاب. دلوقتي واحد اتجوز فتح بيت ظلم مراته دخل في مشكله كبيره قوي عشان ما حدش شخصه بدري وما حدش لحقه بدري. الاستاذ الدكتور عماد الدين كمال استاذ امراض الذكوره والامراض التناسليه بكليه الطب جامعه اسيوط، استشاري امراض الذكوره والحقن المجهري مركز خصوبه. عام 1973 تم اختراع أول دعامة هيدروليكية لعلاج ضعف الانتصاب، ومنذ ذلك الوقت ومع التقدم العلمي المتزامن مع زيادة معدلات ضعف الانتصاب نتيجة للظروف البيئية والصناعية ونمط الحياة، اعتمد استخدام الدعامات لأي شخص يعاني من ضعف الانتصاب ولا يستجيب للعلاج الدوائي، سواء كان بسبب مرض مزمن مثل تلف الأعصاب والأوعية الدموية الطرفية المصاحبة لمرض السكر وتصلب الشرايين وغيرها من الأسباب المؤدية للضعف غير مستجيب للعلاج الدوائي. فما هي أبرز أنواع دعامات القضيب؟ وكيف تتم عملية زرع دعامة القضيب؟ اهلا بكم. بلا شك موضوع الضعف الجنسي موضوع في منتهى الاهميه، وخلي بالكم انا من عشاق التاريخ، فدايما بحب اقرا كيف تطورت الصناعه الطبيه والتدخلات الجراحيه عبر التاريخ. لكم ان تتخيلوا ان اول دعامه فكر فيها طبيب في التاريخ البشري كانت في القرن 16، والطبيب دوت كان اسمه امبريوس باري، ده كان طبيب فرنسي عمل دعامة مكونة من مواد خشبية أو أنابيب خشبية، مش عشان الضعف الجنسي، أو عملها عشان في اللي ضحايا حروب في الوقت ده عشان الحفاظ على موضوع المكتيوريشن عشان التبول. المحاولة الأولى فعلا بالفعل لزراعة الدعامة كانت سنة 1936، طبيب روسي اسمه نيكولاش بوغوروس، وده بدأ يفكر في عمل دعامة باستخدام ضلع. ركب بس، النتيجة ما كانتش جيدة في الوقت ده. في سنة 50 أمريكي بقى اسمه إسكاردينو ده استخدم مادة مصنعة قام بتصنيعها وزراعتها في العضو. في 52 سكوت وجودوين نشروا أبحاث حول تطوير المادة دي. لكن بالفعل سنة 66 بدأ دكاترة يطوروا الموضوع ده في القصر العيني أو في مصر، على يعني رأسهم طبيب تجميل هو الأستاذ الدكتور البحيري ده أسطورة عالم التجميل، وده طور صناعة الأستاذ الدكتور جمال البحيري. طبعا كل الناس عارفين مين الدكتور البحيري في مصر، عمل أول زراعة دعامة في العضو الذكري واستخدم مادة البوليسيلين في الموضوع ده. سنة بعد كده بقى يعني في 73 سكوت هو أول من وضع البرنسبل الأساسية لزراعة الدعامة بشكلها القريب مع التطوير اللي حصل في السنوات الكتيرة اللي فاتت. شايفين العلم مسكتش العلم طول السنين اللي فاتوا حوالين أنه يبحث عن تطوير، لغاية لما وصلنا إلى درجة عالية جدا في التطوير الخاص بالدعامة، إيمانا من كل المدارس العلمية عبر من سنة 36 لغاية دلوقتي بأنه الضعف الجنسي في وقت من الأوقات الحل الوحيد له هو تكوين دعامة. تعالوا نقرب من الموضوع ده بشكل دقيق جدا في 2022 و23 ونفكر مع بعض إيه هو الضعف الجنسي مع ضيف العزيز القمة العلمية الكبيرة والاسم الكبير في عالم الذكورة، طبعا اللي بسعد دائما بوجوده معنا، الأستاذ الدكتور عماد الدين كمال أستاذ أمراض الذكورة والتناسل بكلية الطب جامعة أسيوط، استشاري أمراض الذكورة والمدير ورئيس مجلس إدارة المؤسس لمراكز خصوبة الاسم الكبير. منورنا يا فندم، شرف كبير لينا. دكتور أيمن، وأهلا بالسادة المشاهدين. كنت شايف حضرتك يعني مستمتع بالتاريخ. أكيد. لأن طبعا يعني التطور في الأجهزة الطبية أو الحاجات اللي بتفيد البشرية
دي حاجة جميلة جدا، وفعلا احنا مرينا بتطورات لغاية ما وصلنا للدعامات الحديثة دلوقتي. طبعا الضعف الجنسي مشكلة طبية مهمة جدا، ولذلك دايما هنتكلم على شيئين مهمين. اولا متى او كيف نعتبر او متى نعتبر ان هذا الشخص يعاني من ضعف جنسي، ده اول سؤال. والسؤال الثاني الضمني، اسباب الضعف الجنسي الاكثر شهرة. موضوع الضعف الجنسي، احنا امتى نقول ان الشخص ده يعاني من الضعف الجنسي؟ احنا بنقول ان احنا الشخص ده غير قادر على بداية او استكمال العلاقة الجنسية بشكل مرضي ليه وللطرف الثاني او الزوجة. في اكتر من 80% من مرات العلاقة الزوجية، يعني احنا عندنا 20% من المرات او المحاولات ده ممكن يبقى فيها مشاكل او ما تتمش بالشكل المرضي، ودي ما فيهاش مشكلة خالص، لان دي تغيرات بتعتمد على الحالة النفسية والظروف والكلام ده كله. لكن لو احنا الاغلبية بتاعت العلاقة والموضوع ده كانت مش تامة او مش مظبوطة، لا احنا بنقول ان المشكلة عندنا في ضعف جنسي في الموضوع. الضعف الجنسي يعني زمان كان معظم الأسباب بتاعته بتوقعوا أنها أسباب نفسية، لدرجة أن هم كانوا بيصنفوا 80% من الأسباب أسباب نفسية و 20% فقط هي أسباب عضوية. مع بدايات يعني أدوات الفحص أو الأشعات الجديدة أو الحاجات الطبية الحديثة، بدأنا نشخص الأسباب العضوية اللي ما كانتش باينة، فترفعت نسبة الأسباب العضوية إلى 50% و 50% الأسباب النفسية. موضوع الضعف الجنسي غير مرتبط بسن وغير مرتبط بوظيفة معينة أو سلوك معين، لكن كل الأعمار معرضة للضعف الجنسي. لكن لوحظ أن مع زيادة السن النسب بتاعة الضعف بتزيد، لدرجة أنهم اتربطت بالسن، بمعنى أنهم قالوا عند سن أقل من 40 سنة ممكن نتكلم في 20%، بعد 40 سنة تبدأ النسب تزيد، يعني عندي 50 سنة توصل ل50%، 60 سنة 60% وهكذا. فكل ما زاد السن أكيد النسبة دي بتزيد. المسببات للضعف الجنسي مسببات كتيرة قوي. لو احنا قلنا الضغوط النفسية أو الأسباب النفسية، ودي كتيرة قوي، التوتر والقلق، تمام، عدم القدرة أو عدم استيعاب الأسباب أو العلامات الطبية صحيحة، مشاكل اللي هي ممكن تبقى عندنا في التربية، يعني الأطفال اللي هم عندهم تربية غير سوية، تعرض لمشكلة جنسية هو صغير، تعرض لتحرش، تعرض لمشكلة، دي ممكن تولد مشكلة نفسية جنسية في الطفل ده. المعتقدات الخاطئة اللي احنا بنحطها في دماغنا ان العلاقة الجنسية لازم تبقى وقت معين او شكل معين، وده لو ما تمش يبقى احنا عندنا ضعف جنسي، فده برضو بيعمل مشكلة من الضعف الجنسي. الحاجة التانية في الأسباب النفسية اللي هي الانتربيرسونال فاكتورز، اللي هي الأسباب ما بين الأشخاص أو ما بين الأزواج، تمام، دايما دي مؤثرة، يعني الزوجة والزوج هما الاثنين لازم يتعاونوا في العلاقة الزوجية، ولازم لكل واحد فيهم دور إيجابي وليس دور سلبي. الزوجة تمام، يعني لو ما كانتش متعاونة أو كان فيه بعض المشاكل الاجتماعية أو النفسية بتنعكس على الموضوع ده، أكيد بتفقد الموضوع يعني قيمته، أو بتخلي الزوج يصاب بنوع من الإحباط والضعف الجنسي. فكل دي أسباب نفسية. نيجي للأسباب العضوية اللي هي ممكن تؤثر على الضعف الجنسي، أسباب كتيرة قوي، منها ضعف الشرايين، تصلب الشرايين، السكر، الضغط، أدوية الضغط، نقص الهرمونات، مشاكل التلوث والبيئة، والحاجات دي كلها بتأثر على الشرايين وبالتالي بتعمل ضعف جنسي عضوي. هقف عند نقطة التشخيص دلوقتي، في تكنولوجيا متقدمة وأجهزة مهمة جدا في تشخيص الضعف الجنسي. مظبوط، احنا عندنا حاجات كتير بنشخص بيها الضعف الجنسي، لكن ما زال التاريخ المرضي، وإن احنا ناخد البيانات بتاعة المريض ونسأله بعض الأسئلة عن سنه وتطور الضعف ده، هل هو ضعف مستمر ولا متقطع، بيجي في أوقات ولا بيجي على طول، وهل المشكلة بتزيد ولا بتقل، ده بتدينا فكرة عن الموضوع. ومدى استجابة الشخص ده للأدوية، يا ترى احنا بنجيب نتيجة على العلاج ولا كان بيجيب نتيجة وحاليا ما بيجيبش، ده بيقول لنا الموضوع ده عضوي ولا نفسي، والموضوع ماشي ازاي. بعض الفحوصات الطبية اللي هي بدأت تشخص الموضوع، ان احنا بدأنا نعمل اختبار كفاءة جنسية، بنعمل فحص الدوبلكس للشرايين العضو الذكري،
ان احنا نشوف الشرايين دي فيها مشكله ولا لا، في تسرب في الاورده، في ضعف في الشرايين، الدم مش واصل كويس، كل ده بدانا نعرف الاسباب بتاعه الضعف الجنسي. الطرق العلاجيه، الطرق العلاجيه متعدده لكن هي متدرجه. بمعنى ان احنا دايما بنبدا بالخطوات الاسهل والابسط، العلاج الطبي، المرحله الثانيه العلاج الحقن الموضعيه، المرحله الثالثه ان احنا بنعمل الجراحات او تركيب الدعامات الذكريه. فلا بد ان احنا نمشي في السكه من اولها، ابسطهم واسهلهم الادويه الطبيه. الادويه الطبيه مختلفه قوي وتطورت كتير قوي من اول سنه 98 من بدات الفياجرا والمشتقات بتاعتها، حوالي تقريبا دلوقتي احنا وصلنا لاربع مشتقات بيشتغلوا بنفس الفكره وتطوروا جدا، فبداوا يحلوا مشاكل كتير قوي من الضعف الجنسي. معظم الناس اللي هم ما عندهمش مشاكل عضويه والمشكله عندهم بسيطه جدا بيستجيبوا، يمكن نحط حوالي 70 الى 80% بيستجيبوا على العلاج الدوائي بشكل جيد جدا. ممكن بعد فتره يبداوا المشاكل دي او الاستجابه دي تقل، وارد طبعا، وفي الحاله دي احنا هنقيم الموضوع تاني ونشوف هنمشي في انهي اتجاه. 20% من الاشخاص او الرجال ممكن ما يستجابوش للعلاج الطبي، والعلاج الطبي ما يديش نتائج مرضيه ليهم، ودول نتيجه ان احنا عندنا اسباب عضويه كبيره. عندنا مشاكل في الشرايين، سكر مش متظبط، الشعيرات الدمويه بدات تضعف، في تسرب وريدي، فاكيد مهما ادينا من الادويه مش هنوصل لنتائج مرضيه. فهنبدا نفكر في الحلول اللي اقوى من العلاج اللي هتجيب نتائج من الناس دول. في حل بسيط جدا ان احنا بنمشي عليه اللي هو الحقن الموضعي. الحقن الموضعي دي مواد موسعه للشرايين، احنا بنعمل تركيبات منها معينه من حوالي 3 أو 4 ادويه بنسب معينه، والنسب دي بنحطها وبنركبها في خلطه بتخلي العيان يبدا يستخدمها عند العلاقه الزوجيه. احنا بنعلم المريض وبنقول له ازاي ياخدها، والمريض بيستخدمها قبل العلاقه الزوجيه بنسب معينه، وبتدي نتائج اقوى من العلاج بشكل كبير. الميزه بتاعتها ان هي فعاله جدا، ملهاش اي اثار على القلب ولا السكر ولا اي شيء، لان هي موضعيه. تمام، احنا بناخدها وقت اللزوم، يعني انت من ايه ما تحب الجامع ممكن تاخد الابره الموضعيه دي وتمشي عليها كويس جدا. فدي مزاياها. الحاجه الثانيه ان هي تكلفتها بسيطه مش زي مرحله الدعامه. لكن بيجي لنا فتره برضو ان احنا ما نمشي على الحقن الموضعيه دي سنه سنتين تبدا النتائج بتاعتها تقل. ريزيستنس. بالظبط كده، خلاص بدانا نتعود على الماده، لا تستجيب، مش هتستجيب، وبالتالي هنبدا نفكر في الحل الثالث بتاعنا. الحل الثالث بتاعنا واللي احنا عايزين نركز عليه طبعا هو موضوع الجراحه للضعف الجنسي. الجراحه للضعف الجنسي زمان كان فيها حل تاني غير الدعامات، ان احنا بنعمل حاجه اسمها ربط للاورده اللي بتسرب الدم. والعمليه دي اتعملت كتير قوي، وبعد كده اثبتت ان هي ملهاش اي قيمه وما بتفيدش العيانين، فبطلنا نعملها. حاليا الجراحه تركيب الدعامات. جراحه تركيب الدعامات هي احسن حل يحل المشكله الجنسيه بشكل جذري وثابت باستمرار. لو انا فشلت في العلاج او الحقن الموضعيه دي مش جايبه نتيجه، او المريض استخدمها وبدات تقل مفعولها، خلاص لا، احنا هنفكر في موضوع الدعامات الذكريه. موضوع الدعامات الذكريه هو يعني الحل النهائي والقاطع لهذه الحالات. الدعامات احنا مش كل الناس اللي احنا بنركب لهم دعامات بنختارهم، لا، في فصيله معينه من الناس اللي هي محتاجه الدعامات. تمام، منهم المرضى اللي هم احنا فشلنا في علاجهم او ان احنا نديهم علاج او حاجه زي كده. في مجموعه تانية من الناس اللي هم سنهم متقدم وزوجته توفت لاي سبب إن كان ونفسه يتجوز تاني، يمكن دول اكتر ناس يستفيدوا من الدعامات الذكريه. بمعنى ان هو عايز يبدا حياه جديده بقوه جنسيه جيده جدا على الاقل، فعمرنا ما بالعلاج ولا بالادويه ولا الحاجات دي هنوصله الى هذا المستوى، يبقى احنا هنفكر على طول في موضوع الدعامات. يمكن بتبقى سحر وبتحل المشكله بشكل جيد جدا، وخصوصا انها بتدينا قوه في الانتصاب مستمره مدى الحياه، ما بتقلش بعد كده او يعني بيحصل فيها تغير. فدي ميزه الدعامات. نورت وشرفت وابدعت كعادتك. ربنا يخليك. ضيفي العزيز القمه العلميه الكبير الاستاذ دكتور عماد الدين كمال، استاذ امراض الذكوره والتناسل بكليه الطب جامعه اسيوط، استشاري امراض الذكوره والمدير مؤسس لمراكز خصوبه، كان ضيفي في واحده من حلقاتنا الهامه جدا. الضعف الجنسي يبقى مشكله كبيره جدا اذا لم تحل، ومشكله تنتهي وتختفي اذا ذهبنا للمتخصص واوجدنا الحل. خليكم دايما معنا. سلام.